هنا تونس نص نهار و16 دقيقة مستمعيدي وانا فهم، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة وين كنت داخل تونس أو خارجها. موعدنا مازال متواصل كالعادة في برنامج هنا تونس حتى للماضي ساعتين، نافذة يومية مباشرة من استوديو الفقيد فكري بودية من تونس العاصمة، نحاول من خلالها نفتح النقاش والحوار حول أهم القضايا والملفات اللي تهم الشأن العام. وسعداء جدا اليوم باستضافة واحد من أهم صناع الرأي في تونس، الكاتب الصحفي والناشط السياسي المرشح الرئاسي السابق الأستاذ صافي سعيد، مرحبا بك على موجدي وانا فهم. مرحبا بكم، مرحبا بك أخي محمد وبديوان فهم. آخر مرة كنت بحثنا في نوفمبر الفارت، يبدو أن الحصة أثارت إشكال وأثارت جدل، ولهذا مش تطلب منك اليوم في إطار ربما نوع من الدعابة وأنه نخرج من الحصة هذه ما غير ما يشكي بين حد وما غير ما نشكي بحد. صافي سعيد إن شاء الله. هو صعب جدا اليوم، صار في حساسية مفرطة في هذا البلد. شو اللي صار آخر مرة بعد ما استضفناك و قمت بتصريح ما في علاقة بوزير السياحة؟ صار اللي صار وما عادش نجبد اسمه، وأنا هذا السيد وزير السياحة وخليه يخدم على روحه. كان جاب لنا 9 مليون سائح، بارك الله فيه. وكو أنا الردود البايخة اللي كانت ما كانتش معقولة، تفاجأت ببعض ما كتب، حول ما كتب وكلام منسوب لمجهولين ومجهولين يهددون، وبعدين قلبوا الكلام. ولا أريد أن أدخل في هذه المتاهات اللي هي ملاهي جديدة. احنا في نوعين من الملاهي، فيه الكباريات، هذون أصحاب الكباريات فتحوا ملاهي أخرى إعلامية وغير إعلامية في تلفزيونات وإذاعات ومواقع ومواقع متنقلة وكذا، وأصبحوا هكاك يعني شغلهم الشاغل أنه كيف يشغلون هذا الشعب بالأكاذيب وبالخزعبلات وبكذا، وعوضا يردوا بمعلومات وبحجج وبكذا يذهبون دائما إلى الشتم وإلى وإلى وإلى، ويصبح صافي سعيد سوداني ويصبح كذا ويصبح هذا. يعني كل بلد العربي الوحيد اللي عمري ما زرته هو السودان. يعني هل فعلا صافي سعيد هم اللي راجعين من السودان؟ اللي راجعين من السودان فعلا، لحظة، اللي راجعين من السودان فعلا يحكموا فيكم ويخدموا معهم كخدم وساكتين عليهم. هل فعلا قام صافي سعيد بمقاضاة موقع بيزنس نيوز؟ لا ما نحكيش خلي الأمور كما هي. علاش طرحنا الموضوع هذا صافي سعيد؟ لانه في نتجاوزوا خلينا نشوفوا واعلامي، وفما شكون يراوان وكانه يضيق صدرك احيانا من النقد صافي سعيد. لا بالله يضيق صدري انا اخويا، انقدني، جيب لي حجه، انا عندي حجه، اما ما تجيش تسبني. علاش انا حتى كي رديت على الاخرين عمري ما سبيت وما نسبش، وعمري ما نسب شخص، وتسبني انت بأي حق؟ ومن انت؟ من انت اللي 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 الشخص اللي يسب واللي دافع على الآخر والكذا؟ من أنت؟ من هم هذول؟ شكون هذول؟ أنا نجم نقول أي كلام هاو قدام الميكروفون، ما نحبش نقول الكلام هذا. علاش علاقتك احيانا تتوتر صافي سعيد ببعض وسائل الاعلام يا سي محمد؟ انا لا اتوتر، هذاك لا تكون يقرا فيه نوع من التهجم على الاعلام والصحفيين. لا انا لا اتوتر، هذاك هو رايي وهذيك هي معرفتي، وقد تكون ناقصه وقد تكون قليله، وهذاك هو صافي سعيد، ولم يتغير صافي سعيد ولن يتغير صافي سعيد وسيتو فقط. مرحبا بك صافي سعيد. انا ابدو للاخرين متوترا، فاللي هم شعورهم هم. انت كي تبدا واحد ما تحبوش، حتى واحد من العائله واحد ما تحبوش، يعني شو ما يقول اللي يوترك هم المتوترين مش انت المتوتر. واضح، توضيح وصل صافي سعيد الناشط السياسي والكاتب الصحفي، مرحبا بك دائما على موجه ديوان فهم، ونشكرك على هذه الثقه. نعرف انه تختار بدقه وبعنايه المنابر الاعلاميه تخرج فيها، مش كل وسائل الاعلام تقبل دعوتها، واحنا دائما رحبوا بك وحضورك يشرفنا. وانا يشرفني حضوري معكم، وان كنتم انتم مرات تتفتشوا على المعلومه ولا كل لا تدافعونها على ضيوفكم الى حد ما، مش واجبكم تدافعوا على ضيوفكم، لكن واجبكم ايضا توضيح الامور
أنا يشرفني أنا كثير منابر إعلامية قطعتها، وكل يوم يهاتفوني بعشرات المرات، وكل يوم أكذب عشرات الأكاذيب بأني أنا مش موجود، أني أنا كذا، أني أنا كذا. ما نجيش إلا اللي أنا يمشي فيه، اللي نجم نقول فيه كلمة صح. علاش صافي سعيد؟ علاش هذا الخيار وهذا الاختيار؟ ما نظهرش. وليش؟ وليش هذه كثرة الظهور في كل منابر؟ وما هيش كل منابر يعني هي عندها أهداف إعلامية واضحة أو أهداف سياسية واضحة. فيه منابر هيك يعني مستعملين هذه ثقافة البوز. ثقافة البوز هذه تعرف شو هي سي محمد؟ ثقافة البوز هي ثقافة الفاشيين الجدد، هي جايبينها الشباب الألماني والإيطالي الجديد واللي في هولندا وفي كذا. ثقافة البوز هي ما معنى البوز؟ هي أنه شربنا حتى الثمالة، هي ثقافة الشباب الفاشي الجديد اللي موجودين منهم برشا في أوروبا، واللي هم يعتمدوا هذا الأسلوب لإيصال أصواتهم ولي 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 كذا. أنا مش من هذه المدرسة وماني وما نعرفهاش أنا هذا الباز، وهالشباب اللي في تونس وخلقوا وتعلموا كلمة الباز وما يعرفوهاش حتى وين منشأها ومن وين جت وكيفاش عملوها. أنا من ثقافة سكوب، سبق الصحفي. أنا صحفي اشتغلت عشرات السنين صحفي، أنجزت كثير سكوبات وكثير سبق صحفي ومشهود به في العالم، مش بس في العالم العربي ولا في تونس، ويكفيني. ما نفتش أنا على نكتة بايخة ولا تشنيع على شعب معين ولا سبة ولا فلان بهذل ولا كذا، لا أبدا، إلا إذا واحد مواجهني ويستحق ذلك. الإعلام هذا مش مرآة للمجتمع صافي سعيد؟ مش مرآة للمجتمع الإعلام هذا اللي تنتقد فيه؟ هو مرآة للمجتمع، أنا ما قلناش مش مرآة، مش ننتقد، مش ننتقد. أنا نوضع في بعض الحاجات، أنا مش أنا لا أنتقد، وضع في بعض الحاجات، لكن في مبالغات، في مبالغات ما هيش من ثقافة الإعلام. شيء جديد، شيء يعني موجه، شيء يملكه الآخرون الأقوياء أصحاب الأموال وأصحاب الإعلانات وأصحاب الكذا وأصحاب كذا، شيء موجه. وشيء كما قلت لك أنت هي ملاهي جديدة. شوف يا سيدي، احنا راه نعرفوا محطات التلفزيونات، في ناس يملكوا عشرات محطات التلفزيونات، واحدة للغاني، واحدة لكذا، واحدة للموسيقى، واحدة للرقص، واحدة للطرب، واحدة لكذا، واحدة عشرات. شي هي هذه؟ كيما عندك عشر كباريات في دبي ولا في مالطا ولا في كذا ولا كازينو ولا في بيروت ولا في كذا. هاني شفت أنا صحافيات تونسيات شفتهم في بيروت أخيرا قبل أسبوع، عندهم برامج هنا في التلفزيون، يمشوا لبيروت تسألهم ليش يمشوا، جيبهم أنت كصحافي جيبهم، تنجمش تجيبهم. أنا أتحداك ونعرف أسمائهم وشفتهم وما نذكرش أسمائهم، وهم أحرار في حياتهم. حرية شخصية؟ وحرار. لا، مش حرية شخصية. جي تعمل لي أنت مصطبة هنايا وتبدأ تخطب على الشعب التونسي وتقول وكذا، وبعدين أنت شغلك في علاقة أخرى بجهات أخرى بأنك أنت توزع في صورتك من شان يستدعوك من شان كذا من شان كذا، هذا الشيء ثاني. هذا شكون يصنع فيهم هذو؟ ما نعرفش، لا أعرف. أنا ما الهدف من صنع نجوم هك؟ صرت أشك حتى في البرامج، أغلب البرامج التلفزيونية في تونس، مش يقول أغلب، بعض البرامج أشك في تمويلها. بمعنى من يمولها؟ من الداخل من الخارج؟ انت تفتح قناة ثم برامج انت مستقل عليها، هي فقط تجيب لك الدعاية وتجيب لك شوية اعلانات وتجيب كذا، بس اللي منتج نتاعها والضيوف نتاعها وكذا هذيك دبارة اخرى وشغل اخر وشغل اخر يمكن يتم برا، وهو فعلا يتم برا. طيب صافي سعيد، الناشط السياسي والكاتب الصحفي، تحدثت على مبالغة وتضخيم يحدث اليوم في الأعلام، وكأنه هناك نوع من التلاعب بالرأي العام، ومؤخرا ربما القضية اللي أثارت الكثير من الجدل قضية ما يسمى إعلاميا بالمدرسة القرآنية في الرقاب، اللي تقريبا كانت على امتداد الأيام الفارطة حديث الساعة. هل تعتبر وأن هذه القضية كانت تستحق كل ذلك الجدل وكل الضجة اللي صارت حولها؟ أنا سؤال كيف هذا لازم نكون ملم بكل تفاصيل لكي أعطي فيه رأي. أنا مش ملم بالتفاصيل هاي، تمت وأنا كنت مسافر فعلا، جيت هون تحاولت نتابع تلخبط
أخبار خارجة من القضاء، من المحامين، من الرقاب، من الأحزاب، من كذا، الحكومة ساكتة، أنا ما فهمت شيء. بسرعة تمت القضية ولفلفتها بسرعة كذا بسرعة كذا، عملوا عليها ضجة لمدة 5-6 أيام، وبعدين طبعا ستذهب إلى حيث ذهبت القضايا الأخرى للنسيان. فبالتالي أنا بودي أني شكون يشرح حالي ولشكون يفهمني فيها لكي يعطي فيها رأي. أنا لست ضد حفظة أو تحفيظ القرآن ولست ضد أنه المدارس هذه ما يسمى بالمدارس القرآنية بالتوازي مع مدارس أخرى، مدارس نتاع الدولة والمدارس العلمانية وكذا بالتوازي، لكن أنه تظهر حكايات أخرى ومآلات أخرى وأهداف أخرى، هذه نتحقق منها لكي نحكم عليها. ثم أنه أنا لا أرى في هذه القضية أنه هي قضية الشعب التونسي، هي قضية من القضايا، وهي باب لكي نفتح باب التعليم والتعليم الموازي سواء كان قرآني ولا غير قرآني، لأنه في جمعيات أخرى تقري في الإنجيل في تونس، وفي جمعيات أخرى تدرب عندها تابعين لسكتات يعني طوائف وفي كل شيء، في 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 عبادة الشيطان في تونس وتحكمت عليها مرة، وفي كثير حاجات، في اليوم في نشاط بوذي، في نشاط شيعي، في نشاط مسيحي، نشاط المسيحي كبير جدا، مش بس في تونس، في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كذا، وفي كثيرين، وفي برامج وفي فيديوهات، وفي شباب، وأنا سمعت في فيديوهات ثم برنامج بسمعت أنه شباب تونس يتصلوا بهذا البرنامج ويعلنوا أنه دخولهم المسيحية وكذا ولا غير ذلك. لازم كي نهتم بكل هالأجواء وهالمناخات الجديدة، لازم نهتم. أما أنه نيجي احنا نسقط كل همومنا وكل فشلنا، فشل كامل، فشل الأحزاب وفشل المنظمات وفشل الحكومة وفشل الزعماء أو الكذا وحتى فشل الإعلام، نيجي نحطه كله في بطولة الرقاب، راهو شيء كبير جدا، لا غير من غير 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 متناسب. هذا يطرح سؤال مهم صافي سعيد، غير متناسب. الصحفي والناشط السياسي، علاش قضية كمن هذه اليوم أسالت الكثير من الحبر، أثارت الكثير من الجدل، ولكن في المقابل نعطيك رقم مثلا 19% نسبة الأمية في تونس اليوم، رقم مثل هذا علاش ما يعملش كل هذه الضج؟ شوف قضية إصلاح التعليم في حد ذاتها اللي هي قضية استراتيجية وجوهرية، علاش ما تعملش بوليميك كيما الجدل اللي صار حول قضية الرقاب مثلا؟ شوف أنا الأرقام، أنا من غير لا أشكر نفسي، أنا كان يسموني جوجل قبل جوجل. أنا في الأرقام أستطيع أن أقول لك باكستان قديش تستهلك الشعير. أنا في نسبة الأمية شعير مش مشعيرة، شعير شعير مثلا مثال أنا هذه نسبة الأمية في تونس حكيت فيها مرتين ولا ثلاثة، ونقول نسبة الأمية في تونس راهي مرتفعة بالقياس مع الدول حتى من صنفنا، وراهي ترتفع، ما حدا يحكي فيها، وما يحكوا إلا التعليم معمم، التعليم بوركيبة، التعليم يحكوا في الكلام الفاضي والكلام القديم والكلام كذا. أنا اللي نعرفه أنه ممكن نسبة الأمية تنخفض وترتفع. العراق في فترة من الفترات كان عنده نسبة أمية 5% وتسمى نسبة رهيبة متقدمة جدا بالنسبة للعالم الثالث، وكان قريبا سيحتفل بنسبة الصفر. ولكن العراق بعد 10 سنوات بعد 20 عام أصبح عنده نسبة 135%. ليبيا اللي دائما عندها نسبة 100 أقل نسبة 100 في أفريقيا ليبيا، بينما عند التونسي أنه الليبيين مش داخل المدارس. بهذه المعلومات العامة والأجواء المكهربة اللي ما بين الجيران وبين كذا والقراءات المسبقة والإسقاطات والأمراض تعمينا على الحقائق. نسبة الأمية مرتفعة في تونس وقاعدة ترتفع. نسبة الأمية هذا خلينا نسألوا علاش مرتفعة. أيوة. صافي سعيد سؤال هذا جاوبنا عليه بعد البلاي. أوكي غستي برانشي سيور ديوان أفام. ها
هاي ماي نيم سلومة ولد الحومة، الناس الكل تحكي عليه من نيويورك البنجردين، أما أنا ما نحكي كان على بنتو. بنتو غالبتني من صغري، بنتو قوي ياسر قوي. كان انتي زادة تحب تولي كيسلومة وتهبلهم في نيويورك، معليك انت تبعنا على الباش فيسبوك كيف بيسكوي. I love بنتو. تحبوا تعرفوا شنو صار وشنية آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة واقتصاد وحوال البلاد؟ ما لتبوا الفلاش نيوز والفلاش سبور على رأس كل ساعة وعلى طول النهار من 7 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على ديوان فام. ديوان فام صوتكم. ديوان فام 91.2 في صفاقس، 99.1 في صخير وقابس. هنا تونس، هنا تونس. مستمعي ديوان فام مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في جزء الأول. اليوم يفتح الملف السياسي ونستضيف واحد من أهم صناع الرأي في تونس، واحد من الشخصيات اللي كثيرا ما تثير الجدل بتصريحاتها، بمواقفها، بأرائها، بتحاليلها. نحكيه على الأستاذ صافي سعيد، الكاتب الصحفي والناشط السياسي، ضيفنا في هذا الجزء الأول اليوم من برنامج هنا تونس. نرجع لك من جديد صافي في علاقة بقضية الأمية. 19% اليوم هذه النسبة في تونس، تردي التعليم وانهيار تام تقريبا للمنظومة اللي كانت من أهم مكاسب الدولة الوطنية خاصة في عهد بورقيبة. علاش وصلنا للوضعية هذه، وعلاش التونسي اليوم والإعلام التونسي ما يتقلقش من هكذا أرقام وهكذا مؤشرات؟ يا أخي أنا شايف اتجاه في تونس هو إخفاء كل الأرقام المخجلة، كل الأرقام المخجلة يخفونها ويجملونها ويعدلون فيها. وحتى مركز الإحصاء عندنا في تونس هو تابع للدولة، ما فيش مراكز أخرى أكثر حرية وأكثر استقلالية تعطينا أرقام صحيحة في كل شيء، في الدينار وفي الميزانيات وفي الأرقام وفي التعليم وفي الإنتاج، تمور وزيوت وكذا، أرقام تجدها هون عند الحكومة التونسية شكل، ويتقرأها في مصادر أخرى دولية شكل، حتى في عدد الجنود، حتى في عدد الكذا. ما عندناش رقم ثابت في تونس، ما عندناش رقم ثابت للشعب التونسي. اليوم كل العقل التونسي أنه هو متوقف عند 10 مليون، 10 مليون 800 ألف أو 10 مليون 900 ألف، بينما الشعب التونسي فيه أنا أتصور أنه فيه 14 مليون، أتصور حتى أكثر، أتصور حتى ما أكثر، فهمت؟ لكن ما حدا يتكلم على 12 مليون و 13 مليون. عندما توضع الميزانيات وتحسب النسب التعليم ونسب الكذا والتمدرس، واحد تحسبها من أصل سكاني، من عدد صحيح للسكان، عدد السكان يخفوه، حكومة تونسية تخفي عدد السكان وعندها غرض هي ليش تخفي فيه، مشان تجيب قروض، مشان كي تقسم الدخل القومي تدخلوا على تقسم على عدد أقل بيطلع الدخل الفردي أكثر، تقسم على عدد أكثر يطلع الدخل الفردي أقل. إذا يقول لك لا، ما عادش فيه نسلفك، ما عادش فيك مجهود أنك ترد. هم عنده ما طيب، فما رقم ثابت، لكن فما رقم ثابت في هذه القضية صافي سعيد، يقولك ما زلنا في التعليم من أكثر من 40 طفل تم ربما العثور عليهم في هذه المدرسة القرآنية بين ظفرين، 10 أطفال من ولاية صفاقس، ولاية صفاقس اللي هي عرفت تاريخيا بتميزها على مستوى التعليم، على مستوى نسب التمدرس، على مستوى نسب النجاح في البكالوريا، على مستوى نسب النجاح وجودة التعليم خاصة في المستوى الجامعي، مش مفارقة هذه تطرح عديد التساؤلات وتحتاج إلى تفكير عميق. يا أستاذ أنا ليش ما حبيش ندخل نحاكم هذه مسألة الرقاب؟ ليش قلت لك أنا ما نجيش نحاكمها أو نقول فيها رأي واضح؟ ليش؟ لأنه ما عنديش إحصائيات حتى في عدد التلاميذ اللي وجدوهم في هذه المدرسة، كم عددهم، ما هي أعمارهم، من أي عائلات، من المشرف عليهم، كي هذه المدرسة هذه عندها قانون المبيت ولا ما عندهاش قانون المبيت. برشا حاجات لكي تخليك أنت تحكم وتقول رأي أنت ناقص فيها وما عندكش. نرجع توا لنسبة التعليم، نسبة التعليم، نسبة التعليم، أنت تقولي 19% نسبة الأمية، أنا أقول لك أكثر، هي كي نحسبوا عدد السكان صحيح نجدوها أكثر، بالإضافة إلى تدهور أحوال التعليم، إلى تخلف مناهج التعليم، إلى تخلف أدوات التعليم. التعليم راهو أدوات ومناهج وبرمجة
وإعداد وتطابق مع السوق وتطابق مع التطورات الأخرى فيما يتعلق بالصناعة بالسياحة بالزراعة بكذا بمجالات أخرى بعالم الذكاء الجديد بالمدن بالكذا بالكذا كله متكلم في تونس. التعليم في تونس نسخة قديمة ولا أحد جاء قال أنا نطور التعليم نطور التعليم اليوم يبحث نفكر في تطوير التعليم فيما نفكر اليوم في شو قاعدين نفكر لا نفكر إلا في كل واحد يفكر كيف يحافظ على كرسيه كيف يصل إلى الكرسي الفلاني. لا أحد عنده برنامج في يده لا في تعليم ولا في زراعة ولا في صناعة ولا في مدن ذكاء ولا في موانئ ولا في بنية تحتية ولا أي شيء. أعطيني أنت أي مشروع افتتح خلال 8 سنوات اعطيني هات ما في ولا شيء. ثم ناس رجال أعمال مساكين بسطاء يعانوا يمشي يجيبوا قروض بطرق أخرى بطرق أيضا ملتوية وطرق فاسدة أيضا. يعني المشروع يجي يقفز وزير من الوزراء يمشي يفتتحه يبين فيه كأنه هذا متاع الدولة. أما الدولة لم تفعل أي شيء لم تفعل شيء لم تبني مطار لم تغير شيء لم تبني جامعة لم تغير ما غيرتش استاذ جامعي ما غيرتش شيء لأنه ربما فهم مشكل مع الطرف النقابي والاجتماعي سعيد وانت مؤخرا كان عندك تنوين في علاقة خليك من النقابات الزيادات اللي تمت لها ست التعليم الثانوي أثارت الكثير من الجدل ما نقفزوش هذا جزء من المشكلة. التعليم بده إصلاح آخر ثم لازم تعليم آخر لازم نمشوا لدول أخرى ونطلعوا على تجاربها لازم نشوفوا التعليم اليوم في ماليزيا وفي غير ماليزيا ونطوروا تعليمنا ونطوروا اللغات التعليمية اللي نعلموا بها ونطوروا اللغات ونطوروا ملاه. احنا الى الان ما عندناش كليه علوم سياسيه مثلا في الجامعه التونسيه لازم نطوروا التعليم ونطوروا اللغه. احنا ما زلنا نتلقى في مساعدات من فرنسا وندرس الفرنسويه ونصرف على الفرنسويه بينما الفرنسويين ما عادوش يبعثوا للشرشر واحنا ما عادوش يبعثوا باللغه الفرنسويه. ورجعين صافي سعيد واضح فاصل هنا تونس مستمعيدي وانا فاهم مرحبا بكم من جديد. ما زلنا واصلين حوارنا مع ضيفنا في الجزء الاول اليوم الكاتب الصحفي والناشط السياسي صافي سعيد. كنا نحكيه على التعاطي الاعلامي مع القضايا اللي تهم الشان العام وخذينا مثال قضية التعليم والجدل اللي أثارته مؤخرا قضية المدرسة القرآنية. برجاب حكينا أيضا على مسألة الأمية والنسبة المرتفعة اليوم مقارنة بدولة راهنت منذ الاستقلال على التعليم وكانت منظومتها التعليمية من أبرز المنظومات في الوطن العربي والإسلامي. وأشرنا صافي سعيد أيضا إلى أنه اليوم الموضوع هذا اللي مسكوت عليه وما فماش تناول إعلامي ربما يمس في العمق قضية التفكير في مستقبل التعليم وفي القضايا المستقبلية في تونس بشكل عام باعتبار وأنه مثل هذه القطاعات هي قطاعات استراتيجية. وسألتك على موضوع التعليم الثانوي كمثال مؤخرا قلت لك تبعت يعني أنت كناشط سياسي ومتابع للشأن العام الجدل اللي أثرته القضية هذه وقد يكون المشكل مش فقط في النخبة السياسية بل أيضا فما مشكل على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النقابي. أنت بعد التوقيع على الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي كان عندك تدوينة قلت وأنه الزيادات هذه قد تكون هناك ضمانات قدمت من دولة قطر لتسديد قيمة هذه الزيادات في الأجور بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي. وهذا المنشور اللي كان على صفحتك في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أثار استياء كبير من أساتذة التعليم الثانوي مش أيضا أحيانا أنتم كنشطاء سياسيين في تعاطيكم مع مثل هذه القضايا ما تكونوش على غاية ربما من النجاعة والفاعلية والدقة. شوف سي محمد أنا كتبت هذه التدوينة ثم سحبتها ليش؟ رأفة بالقلوب الضعيفة. احنا دائما كيف ما قلت لك احنا نشتعل بدون تحليل بدون أي شيء. أنا لم أكفر ولم أقول شيء ما سمعتوش أو ما سألتش عنه ولم أكفر وكما قلت لك ولم أشتم أحد. أساتذة التعليم الثانوي شو ذنبهم؟ هم كي حصلوا زيادة جيتهم من البنك الدولي جيتهم من الحكومة التونسية جيتهم من قطر جيتهم من تركيا جيتهم من فرنسا شو مشكلتهم هم؟ هل ثم في موظف في تونس يعرف الفلوس اللي يقبض فيها من وين جاية؟
وعلاقته بالدولة التونسية وعلاقته بالتعليم وبالساعات اللي كذا وبكذا. إيش دم هو شو مشكلته حتى هو يحتج على التدوينة؟ لا، اللي يحتجوا عليها ناس متسيسين، وثم انتشرت سوقت على أساس أن هي تدوينة ضد الأساتذة. لا، مش ضد الأساتذة، والأساتذة مناضلين، فهمت عنه فيها إساءة للأساتذة. لا أبدا، لا لا. هل يعتذر سامي سعيد على هذه التدوينة؟ لا، لحظة شوية، لا يعتذر يا حبيبي، لحظة شوية يا محمد. هل ننسى أنه أحنا الغنوشي، سيد الغنوشي اللي هو وطلعوا بعدين الهاروني، سيد الهاروني وطلع غيره، قالوا ايه شاركنا في حل حالة الأمور. هل ننسى أن احنا السيد راشد الغنوشي هو حليف شاهد؟ هل يريد لحليفه أن يغرق؟ هل ننسى أنه السيد راشد الغنوشي هو حليف قطر؟ هل ننسى أنه قطر لا تريد لحلفائها أن يغرقوا؟ عليش وين هي الغرابة؟ أين هي الغرابة؟ ما هو الحليف إذن؟ من هو؟ ما هو الصديق إذن؟ ما هو الصديق وقت الضيق؟ يا جماعة يعني شو المشكلة؟ شو مشكلة الاتحاد؟ أو شو مشكلة الأساتذة؟ ما هيش هنا المشكلة. المشكلة من أين هذه الفلوس؟ الحكومة عندها عام تفاوض تقول ما عندناش فلوس، فجأة جت الفلوس. يا أخي احنا ننفو على أنه احنا كل يوم نتسلفوا، وكل يوم أيضا ناخذوا في 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 عطايا. أخذنا عطايا من الخليج، وأخذنا عطايا من السعودية مؤخرا، والسيد الشاهد أعلن عنها. إذن شي المشكلة؟ إذا صافي سعيد يقول كلمة كيف هذا، علاش قلت لك راي في ملاهي، في مركبات في البلاد يلهو في الناس. أنا ليش سحبتها حتى لا أصبح يعني هكا شي ملها؟ أوكي، قلنا كلمة وصلت، اللي يفهمها يفهمها، اللي ما يفهمهاش دبر راسه يفهمها بعد وقت آخر. ثم حاجات تقولها لا تفهم في حينها، سحب تفهم منه صافي سعيد، وأنك شرط معلومة غالطة وترجعت. لا أبدا، وما ترجعتش، ويأكدوا لي هم أنهم مخذوش من قطر، وهم يأخذوا من قطر كل يوم، وعليه يكذبوا على روحهم. علينا الحكومة التونسية ما تأخذش في مساعدات من قطر ومن غير قطر. عليه وشو هي المشكلة؟ وما هي ضمن حلف سياسي واحد؟ وإذا كان أخذت من فرنسا يعني أبرك، وإذا أخذت مثلا من تركيا أبرك أفضل، وإذا أخذت من البنك الدولي يعني أفضل. يهودي نفتح روسنا شوية، ما فيها لا شتيمة لا شيء، لسادة على روسنا. أما لسادة في مجموعة متسيسين فهموها بشيء أخر. أنا لأنه علقت، أنا قلت أنه هذه دولة الحداثة يحكمها فصيل من الإخوان. هون تحركت، هو ردود الفعل على التعليق هذا مش على الخبر. خبر مؤكد صافي سعيد؟ ما نعرفش، لا شيء مؤكد في هذه الحياة، نعرفش. تحليل ولا معلومة؟ معلومة، تحليل سوسوة سوسوة. وبعدين أنا لا أرى فيها أي شيء. شو فيها المعلومة هذه؟ شو اللي فيها؟ فرصة نوضحه للرأي العام. شو إيه المعلومة؟ شو سؤالك؟ في علاقة بتدخل قطر لتسوية الأزمة الأخيرة. يا أخي هم يشوفوا شو فيها تأثير ولا ما فيهاش تأثير؟ يمكن ما فيها ولا تأثير، يمكن هي علاقة متفاعلة بشو يعني. ننسوا أنه احنا تونس يعني عندها علاقات جيدة بقطر عبر هذا فصيل النهضة، اللي هي النهضة هي ركن أساسي في حكم تونس. يعني تأكد أن الغنوشي تدخل شخصيا، اللي هي الحليف واخذها قرض ما عند قطر لسداد الزيادة هذه. اسمع، أولا ما تكبروا هاش كثير. كل يوم ناخذوا في القروض، وكل يوم ناخذوا في قروض بأعلى الفوائد في هذا العالم. شو خذينا من قطر المرة هذه؟ قرض ولا هيبة؟ حتى نفهم. ما نعرفش، لأنه ما تم إعلان حتى شيء صافي سعيد. وأنا قلت وعد، أولا وعد. أي أنا قلت وعد. وعد بماذا؟ قطر وعدت بأنها ستساعد في 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 دفع الفارق المالي هذا. هي شو؟ وقطر ها كل يوم توعد، ما جاش أميرها هنا وعد. يا ودي ثبتوا بالكلمات، أنا لا أقول كلام على عواهنه. فهمت؟ هنا جاء أمير قطر في المؤتمر اللي عملوه 2020 للاستثمار، رجال الاستثمار، وعد بالمليارات. وين؟ وين؟ لذلك أنا قلت وعد. وراي الوعود هذا بواسطة راي الوعود في السياسة
موجودة بين كل الدول، والوعود في السياسة هي كيف الشكات المؤجلة، فهمت؟ كيف السقوق المؤجلة، والوعود في السياسة سياسة سياسة، فهمت؟ وقطر تخدم في السياسة، وهنا يخدموا في السياسة، وكل الدول تخدم في السياسة، ونعطيك اليوم ناخذ غدوة وكذا وكذا. ما يمسش من السيادة الوطنية هذا. وقد نكون أنا أوكي، قد أنا وعدتك أوكي باش نوفر لك هذا المبلغ، بس باش نوفره لك من مشروع آخر. مقابل ماذا؟ نتخلوا على مشروع آخر ونحولوا فلوسه بيصير للمشروع هذا. مقابل ماذا؟ قطر تساعد الحكومة التونسية لحل خلاف مع طرف نقابي. يا ودي مقابل ماذا؟ مش مقابل قاعدة عسكرية. مقابل ماذا؟ كلام هذا كلام يصبح لا معنى له، لا سؤال لا جواب. مقابل ماذا؟ تي ما نعرف شو مقابل ماذا. احنا نقولوا في حلف وفي كذا، ويقول لي مقابل ماذا؟ مقابل دافع عليا ندافع عليك، هذيك هي الحلف، هذيك هي الصدق. يا غير صديقك اللي تشوفه يغرق وما تجيش، انت صديق مشك صديق. واليوم مستجد تو يعني تو الشاهد ماهوش متحالف مع الباجي مع الغنوشي، متحالفين ولا مش متحالفين؟ الغنوشي مش ركن اساسي في حكم، لازم يحل المشكل، معني بالمعنى باني بالمشكل لله. شوي وين هي الغرابة؟ أنا ماني شايف غرابة يا رجل. يا رجل على التوازة صرنا مش نشتعل هيك على بعضنا بدون ما نحلل، بدون ما نقرأ الصحيح، بدون ما كذا. كل واحد يمس كلمة يبثها كما يحب هو، كما هو فاهمها. احنا قلنا للأستاذ أنه عنده علاقة بقطر، قلنا للأستاذ مشو هم الأسفارة قطر طلبوا الفلوس، احنا قلنا هذا كلام. الأستاذ يعرفوا مسكين، كي نوضحوا لهم نصير العيب علينا، ما نوضحوش. طيب صافي سعيد اشرت لي على حركه النهضه بيوسف الشاهد وعلاقه الغنوشي بالشاهد رئيس الحكومه في تصريح اعلامي ريه رشد الغنوشي نهايه الاسبوع المنصرم، يتحدث عن امكانيه تغيير حكومه الشاهد قبل الانتخابات، وبرشة تساؤلات تطرح اليوم حول مستقبل الحكومه وسر هذا التحول في موقف حركه النهضه. هل هو مناوره؟ هل هو مسعى جدي اليوم لتغيير الحكومه؟ كيف تقرا هذا التصريح صافي سعيد؟ يا اخي انا ما نحبش نظهر اني انا معادي يعني للنهضة بطريقة عشوائية وبطريقة غرائزية بليدة التي لا أحبها. أنا مرات في مواقف من النهضة أستحسنها، وفي مرات مواقف أستهجنها وأقول رأيي في حينها. أنا نحاول ما نكونش دغمائي، ما نكونش غرائزي، ما نكونش إيديولوجي، ما نكونش كذا، ما نكونش أيضا منساق مع القطيع، لأنه في برشا خور ما بين قوسين يقال على النهضة، والنهضة تشتغل. كما شنو الخور صافي سعيد؟ كثير كثير حملات تشهيرية ما معنى لها، ولكن لا يهمني. مرات يستاهلوا، مرات يستاهلوا ذاك التشهير، لأن النهضة مش مشكورة في كل شيء، ولا أنه هي قادرة تفعل كل شيء، ولا هي كما تدعي أنها مسيطرة على العقل التونسي ولا أي شيء. ما يعني بصراحة يعني مانيش أنا باش اليوم تو نحاكم النهضة ولا كذا. لكن النهضة كما قلت أنت في مقالك وأنا قلته يمكن قبلك لكن في تلفزيونات وكذا، نهضة عليها اليوم أن تغير استراتيجياتها، استراتيجية الانتشار، تغير قياداتها، تغير حتى اسمها إن أمكن، تعمل مؤتمر آخر جديد، تخرج بهوية أخرى سياسية، هوية أخرى سياسية، تخرج من تقطع مع الجهاز السري ومع الإيديولوجية الإسلاموية ومع الدعوية ومع كذا، تقطع وتقطع حتى مع مواقع الإرهاب أو المواقع المشبوهة في العالم وكذا، وتوضح وتقول لنا احنا مش نطالبوا منها ان تكون تنظيم تونسي فقط، راهو تنظيم تونسي معناتها لا شيء، لا نحبه يكون تنظيم تونسي وعربي واسلامي وانساني مثل كل السياسات. السياسه اللي ما فيهاش هذه الابعاد ماهيش سياسه، مش سياسه تصير جمعيه نتاع كره قدم. النهضه لازم يكون عندها موقف في جنوب افريقيا وفي افريقيا، يكون عندها موقف في اسيا، ويكون عندها موقف من امريكا وموقف في الشرق الاوسط، عندها مجموعة مواقف، مجموعة سياسات مترابطة يعني ومتدامجة مع سياسة هي تنشط فيها أو تنشط في داخلها. هذا ما تمش في المؤتمر العاشر الأخير سعيد، والنهضة ما تمش، وما زال التنظيم محلي،
وحتى رغم انه عندها علاقات شيء عندها علاقات مع تركيا كيما هذاك هو قدر التوانسه شنو قدر التوانسه العصر الاول من الاستقلال كنا معجبين بكمال اتاتورك تركي والعصر الثاني معجبين باردوغان في تركيا برج انت شوف الاغاني القديمه نتاع تونس اللي ما زارش اسطنبول ما شاف شيء في الدنيا هكا في الاغاني نتاع الفولكلور التونسي والشعر القديم والكذا طيب باش تفسر تحول موقف النهضه تجاه الحكومه ويوسف شاهد شخصيا لحظه شوي موش تحول ما عندوش علاقه بتصريحاته في زيتون الاخيره هو يحب يوضح الغنوشي هذا الكلام قاله الغنوشي من قبل عامين وقال اذا كان سيد يوسف يحب يترشح عليه ان يستقيل يفسح المجال ونعمله شيء اخر قال او يوعدنا انه ما يترشحش ما وعدهمش وقفوا معه استنوه انتظروه ما وعدهمش اذا اصبح يتقدم يشتغل من اجل انه يترشح يبني في حزب يعمل في حزب نص هموم الحكومه وشغل الحكومه وكذا صار متجه لبناء الحزب لما بعد هذه الحكومه لما بعد هذه الفتره اذا راشد الغنوشي عليه ان يتحرك لانه حتى الشيء هذا يضره هو بمعنيين بمعنى انت يا راشد الغنوشي انت كان واضح وصريح قال انا غير معني باي انتخابات لن يترشح لرئاسه الجمهوريه ما تقطعنيش يضره هو اولا الشعب سينظر له على انه هو يدعم في الشاهد من الان ويحب يرد رئيس وكما انه سيحب وانه يعني ويغش في الشعب التونسي او يقوم بعمليه غش للشعب التونسي وكذا ولا غير ذلك باسم الاستقرار والاستقرار السياسي بينما لو ما فيش استقرار على مستوى وزراء وشد كرسيك وهو مستقر مش هذاك الاستقرار احنا فاهمين الاستقرار هو الثبات الجامد الركود هو استقرار نسموه الركود استقرار في تونس ما هو استقرار الاستقرار الحقيقي هو في الديناميكيه في الحركه الدائمه فهمت هو الاستقرار مش كي تغير وزير تجيب وزير تغير حكومة تجيب حكومة تم الدول تغير 10 حكومات ولذلك ماذا يريد الغنوش من الغنوش شوف قد هو يفكر في الترشح قد وقد أنه يريد أنه فعلا حكومة انتخابات كما حكومة المهدي جمعة مستقلة ومحايدة ما نستطيعش في ديمقراطية ناشئة في عالم ثالث في بلد مثل تونس أنه رئيس حكومة يحكم رئيس حكومة جهاز تنفيذي لأنه في تونس رئيس الحكومة هو الرئيس تقريبا عنده كل شيء أنه يستطيع أنه هو يترشح من منصة عالية وين عدلت يعني كان محق لطفي زيتون في تحذيراته الأخيرة في حواره لصحيفة الشارع المغاربي لما تحدث على دوسيات لما تحدث على توظيف لأجهزة الدولة لما تحدث حتى عن مخاطر محدقة بشفافية الانتخابات القادمة شوف هذه شفافية الانتخابات نحيها على جنب والنزاهة نحيها على جنب في كل انتخابات اليوم حتى الإلكترونية فيه غش واكتشفوها لأنه أنت تيجي تشتري لي لوجيسيالات وتعملها عن طريق الإنترنت ومراقبة دولية وكذا كلها فيها حصة للتلاعب خليك احنا كي نقولوا نزاهه ما نقولوش 100% نقولوا يعني الاتجاه العام المناخ العام خليني من هذا انا نحب نقول لك انه السيد يوسف الشاهد انا نفسي انصحه ان يستقيل الان تنصحه ولا تدعوه للاستقاله لا انا انصحه للاستقاله انا ما عنديش في لا ادعوه ولا شيء ما الفائده من الاستقاله قبل 6-7 شهور من الانتخابات نجم نعمل حكومة اليوم في السياق هذا؟ شو الفائدة؟ وشي الحكومة هذه شو تخدم لك هي تو في الحكومة وتخدم في الدولة؟ هي تخدم في حزبة تخدم في تحية تونس ولا يحيى يونس اللي يسموه تونس ولا كده ايش تخدم هي؟ هي اليوم معاج هي اليوم دخلت في مغناطيس آخر في جاذبية أخرى دخلت معاج هو بالعكس انت كي تجي تخلي المكان من أبريل لانه هو عنده حق بابريل 6 شهور قبل من ابريل لحكومه اخرى ويجي انه هو يستقيل قد يكسب يوسف الشاهد قد يكسب تتوقع انه اليوم هو يبدو لكثير من الناس انه متغطرس ويريد الحكم باي طريقه ويبدو هكذا ينزع هذه الصوره عنه
يمشي يشتغل في حزبه ويتقدم للترشحات سيتقدم كبير وسيقبله الناس وسيأتي بنسبة كبيرة سعيد. وما عندوش حتى شكون ينافسه. تتوقع أنه يستقيل؟ أنه يجيني رئيس حكومة قال شنو أنا أنت رئيس حكومة اليوم أقوى من الرئيس اللي باش ترشحه وتحكم بشكون اللي باش ترشح معاك؟ شكون اللي ترشح معاك قيس سعيد؟ واضح. شكون باش؟ موجز الأخبار ورجعين صافي سعيد. هنا تونس لا يريد أن يرد علي أحد. هم أنا قلت لك مرة قلت لك راهي النهضة لا تثق في الشيء مهما فعل في النهاية ستتأكد أنها لن تثق في الشيء. علش؟ ليش؟ لأنه هم جربينه مع البيش هم ما ردش عليهم هاو يتعامل معهم يحب يربح ولا يخسر. بمعنى يوسف الشهد عنده هم غير مغمور سعيد هم جيوا طلبوا منه قالوا له أعدنا أنك لن تترشح وخليك رئيس حكومة ما ردش عليهم واعتبر كلامهم لا معنى له وهو في القضايا الكبيرة يطلع يتكلم ما يقولش في أي قضية. وهل من حق النهضة إلزام يوسف الشهد بعدم الترشح؟ لا النهضة ما هي حق دستوري لا حق دستوري ولكن احنا قلنا حريصين على هالديمقراطية استقيل وترشح ما حدا مانعك من الترشح خليك كيف المترشحين كلهم كيف المتسابقين كلهم. تتصور يوسف شاهد سيستجيب لهذه الدعوة أم ممكن سيناور حركة النهضة؟ انت تتصور أنه فلوس جت من قطر ولا ما جتش؟ تتصور أنه سيستجيب ما يستجيبش؟ أنا حتى ندخل في دماغه وندخل في كيانه وفي خلاياه وندخل في جماعته وتنقول لك لو كنت من جماعته أنا أنصحه. لذلك قلت لك أنصحه لا أدعوه. أنا لست حزب هذا أدعوه ولست برلمان. أنا أنصحه. أنا لو كنت في مكانه أفترض نفسي في مكانه سأستقيل سأترشح عن جدارة سأفوز عن جدارة. هذا هو اللي مش لا هو يحب يترشح من قمة الجبل لا ما ترشحش قمة الجبل. احنا صاعدين للجبل الناس كل يحبوا يصعدوا للجبل مش انت بترشح من قمة الجبل الاخرين في صفح الجبل. طيب صافي سعيد هذا هو هذا راهو المعنى هذايا كبير نجوا احنا نغطوه. لم يقضي على هالثورة وعلى الفلسفة السياسة الا رجال القانون والقضاء هم اللي قضوا عليها بالمفاهيم انه من حقه ولا ما حقوش. شكون قالوا مش من حقه؟ من حقه يترشح ومن حقه يترشح 5 مرات ومن حقه ومن حقه. لكن ثم ايضا قواعد لعبة وقواعد اشتباك لازم نحترمها فقط. طيب علش ربما نقولك من الضروري نحط الموضوع هذا في سياق وصافي سعيد لأنه تابعنا في الفترة الأخيرة عديد الأشياء التي طرحت في الساحة الإعلامية والسياسية في علاقة بحركة النهضة. الوثيقة التي سربت من البنك المركزي والمتعلقة بمراسلة بين البنك المركزي ودائرة المحاسبات وحديث عن استقصاء قاعدة فيه وتقوم به بعض الجهات داخل الإدارة العميقة في علاقة بالحسابات البنكية لعدد من قيادات حركة النهضة وفي علاقة بالحزب في حد ذاته أيضا تصريحات لطفي زيتون والجدل اللي أثارته وحديثه عن ضرورة اليوم ربما أن يتغير أو يتطور موقف النهضة خاصة في علاقة بحكومة يوسف الشاهد. تحدث على استعمال الواتساب تحدث عن تضييقات اليوم حتى للحريات الشخصية تحدث عن تلفيق دوسيات لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بالإضافة إلى قضية الجهاز السري. اليوم كيف نقرأ موقف حركة النهضة في علاقة بهذا السياق في علاقة بيوسف الشاهد وتحركاته والحزب الجديد اللي تم الإعلان عليه وزيارته الأخيرة لفرنسا اللي كانت زيارة سياسية بامتياز؟ شوف كل حكاه لطفي زيتون يعني بالنسبة لي أنا مثلا لا يفاجئني ومتوقع. كل واحد يخرج من أي تنظيم ينجم يحكي الخنار والأشياء اللي أنت فعلا تستغربها وكنت تشوفها بطريقة أخرى وبنظرة أخرى وكذا. عندهم هم يعرفوا بعضهم ويعرفوا بعضهم منذ 10 سنين وعاشوا في المهجر ويعرفوا حقائب المال والتحويلات والأسماء وهذه باشنو وهذا الشنو وطرق كلها يعرفوها. لذلك أنا تقول لي أن التضييقات العالمية تضييقات كثيرة في تونس. اليوم واحد يكتب ستاتويات يدخلوه للسجن كيف هذه المرأة مسكينة فضيلة يا سيدي ما يتكتب بطريقة قبيحة تيودي يعني أنصحوها فكولها الجهاز خلوها كذا يعني ثم طرق عديدة قبل أن نمضي إلى السجن. شو السجن شو يعني وهذا مثلا صاحبي العمري مسكين لا عنده لا أيادي لا أرجل يعني هذا سجين يدخل السجن يكلف
خدمات في السجن قد 40 سجين آخر. شكون يغطيه؟ شكون يهزه؟ شكون يوكله؟ شكون يأخذه للحمام؟ شكون كذا شكون كذا؟ كبة من اللحم لا يتحرك. هذه مواقع اللي في داره تخدمه مرته على الأقل، يخدمه أولاده، جراه ونعمله في جرائم. هذا لا يسجن بقوانين ديمقراطية الصح، لأن ما احنا ما عندناش ديمقراطية صح. لا يسجن هذا. هل تقدر تسجن الأطفال أنت ولا تسجن واحد عاجز؟ عاجز أنه إيده ما تصلش لفمه حتى يعني يأكل. ما بلغش لطفي زيتون لما تحدث عن دوسيات وملفات وملفات ودوسيات ورشوات وملفات وتسويات ودوسيات ودفاع وتفويت أراضي وتفويت مزارع وتفويت كل شيء تم. ماذا وراء كل هذا؟ كل شيء موجود وكل شيء تم. شنو قصة الدوسيات هذه وشو الغرض منها؟ يا حبيبي كل واحد يجي يحكم هو يتغلغل ويتمكن، كل واحد يجي يحكم. ماشي أبرياء في هذا العالم أو أنه هو أنبياء ولا كذا، ما في ما في. فاحنا لازم نفهمه أنه كي رأي كي تقلبت الدفة، تقلبت الدفة بكلها، باقتصادها، بسياستها، بمنطقها، بكذا بكذا، بكل شيء. وما زالوا باش يتطوروا النظام الديمقراطي هذا في تونس، سيصبح يعني سيصبح يعني محل سخرية. لأنه علاش؟ لأنه هالديمقراطية اللي عايشينها، شنو هي الديمقراطية اللي عايشينها؟ وين هي العدالة الاجتماعية؟ وين هي التغييرات الاجتماعية؟ وين هي البنى التحتية؟ وين التعليم؟ وين الصحة؟ وين كذا؟ يعني هي كلها كلام في كلام في كلام في كلام، كلها اتهامات في اتهامات في اتهامات، كلها أنه فوضى في الكلام، زيدة من هنا زيدة من هنا. مش مستهدف الشاهد اليوم؟ أنا هذا الكلام اللي نقول فيه تو مش مستهدف الشاهد اليوم، لأنه ناجح، لأنه أثبتت الوقاعة وعنه رجل قوي. نقول لك حاجة، احنا غالطين في رواحنا، نسمعك تنسمعك، احنا غالطين في رواحنا. هالكلام اللي نقول فيه أنا تو كنت نحكي فيه أنا في عام 70 في بيروت، في السبعينات في بيروت، ما حدا يسجنك. معناتها هالكلام ونقوله أكثر أكثر من هذا مئات المرات، ما حدا يسجنك. كلام هذا كان يقال في عهد حسني مبارك، يقال في بلدان كثيرة، يقال في المغرب اليوم، يقال في كذا. إحنا تو نتفاخر به وفاكرين وأنه حريات وكذا. فوضى، هذا فوضى الكلام يسموه. شو سؤالك على يوسف شاهد؟ وش هو كأنه مستهدف اليوم؟ شو من شكون مستهدف؟ عليه واحنا عليه دائما تفسيراتنا دائما عدوانيه. من شكون مستهدف؟ من شكون؟ شكون مستهدف؟ من امريكا؟ اذا هو مستهدف من امريكا احنا معه، مستهدف من فرنسا نحن معه، من مستهدف؟ مستهدف من الارهابيين نحن معه، من خصومه السياسيين. خصومه السياسيين يدبر حاله، هذه لعبه، هذا التيران مفتوح العب. شو مستهدف من خصومه السياسيين؟ شو كل واحد يقولوا له كذا ويرجعوه لقواعد اللعبه ويقولوا له تجاوزت قواعد اللعبه، يبدا يعني هو مستهدف. مستهدف وعلاش؟ علاش الاخرين؟ لماذا الاخرون؟ والرجل اصبح صاحب مشروع سياسي، وهذا يتجسد اساسا اليوم في حركه تحيا تونس اللي عديد عمليه صبر الاراء اليوم ترشحها لتكون حزب حاكم في الفتره القادمه. لحظه شوي، شوف نقول لك. اولا يكفي ما المبالغات، صاحب مشروع صاحب مشروع. انا سمعت خطاب السيد سليم العزابي ما وجدت فيه اي شيء، وعباره عن اجتماع في فندق وكذا، حتى يوسف شاهد يبدو لي مازال متحشم منه. والتسميه تعرف شو صار عليها وشو ما صارش عليها، تحيا تونس، واصبحت انه سيب عمار ويحيى يونس وهات لي حما، وتعرف هذا الفولكلور التونسي بسرعه نزلوها للقاع ومرمدوها التسميه. وهو فعلا هذه كلمة تحيا تونس هي التسمية الأولى لنداء تونس. اللي ما يعرفش يجي أنا نوريله، أسألوا نبيل القروي، اقتراح نبيل القروي للباشي قائد السبسي عندما جو يختاروا في اسم لنداء تونس، قال لهم جيبوا تحيا تونس من شان ولا واحد ينجم ما يصيحش بهذا الواحد. وذاك علش الناس بعدين قالوا أنه قسمه هو الباشي، باشي خذافة بحيث، وهو خذا تحيا تونس. على تو نشوفوها تونس، نوقفوا لتونس وتحية تونس ونشوفوها تونس. مسألة شكلية اليوم الأهم هو الشكلية. المضمون ومسألة اليوم نحن إزاء حزب، يا ودي راهو الشكل حزب اليوم فما عديد الشخصيات أعلنت عن انضمامها ليه، العديد من رجال الأعمال، العديد من النواب، العديد من الشخصيات السياسية. حزب يبدو أنه سيكون له مستقبل. صافي سعيد حبيبي، هكا ترى بعض القراءات. أنا ما قلتلكش ماليوش مستقبل، كل واحد يولد جديد قد يكون له مستقبل. وما قلتلكش باش يموت غدوة، إنما قلت أنه هذه تحية تونس هي عبارة، أنا مش سميت زمان نداء تونس، هو ذئاب وثعالب. هذا تحية تونس هو ذئاب مهجنة، مجموعة ذئاب مهجنة، هجنت الذئاب مع الباجي قائد السبسي وخرجت عملت حزب.
وشكون هم؟ هم متاع الباجي، هم الباجي عنده شقين، شق مشات شتت وشقها وعاود بناه روحه، عمل كتلة في الائتلاف ما يسمى بالائتلاف، وعمل بعدين حزب آخر جديد. شو هم يعني؟ يعني وشو المشروع اللي وراه؟ وشو يعني قداش كثرنا عليه هذه تونس المسكينة هذه اللي يطلع يسمي روحه تونس تونس تونس؟ سمي روحك حزب أخوي، يقول أنا حزب العدالة، أنا حزب العدالة الاجتماعية، أنا حزب الديمقراطية، أنا حزب الدفاع، أنا حزب الأمام إلى كذا. الاستقبال الأحظى به يوسف الشاهد في زيارته الأخيرة لفرنسا صافي سعيد ما يأكدش نعم. أنه سيكون رجل المستقبل يوسف الشاهد؟ ما نعرفش، أنا لا أضرب لا أضرب لا في الرمل ولا أقرأ الكفوف. أنا ما نعرفش رأي يكون رجل المستقبل. وبعدين ما هو المستقبل؟ ما هو المستقبل؟ ما نعرفش. باش تفسر الطريقة اللي حظى بها يوسف الشاهد في زيارته الأخيرة لفرنسا، هذه الزيارة التي وصفت بالسياسية. انت كل فرقة يمشوا لفرنسا ويستدعوهم ويمشوا، انت شو يعني شو المشكلة؟ ورئيس حكومة مشى لفرنسا، يعني وين هي المشكلة؟ وهو مشى أكثر من مرة لفرنسا، ومشى لبروكسل، ومشى لبلدان أخرى عديدة، يعني شو المشكلة؟ يعني هذه زيارات روتينية، هو قعد في الطاولة في فرنسا وبعدين مخرجين له البلاد في القائمة السوداء متاع تبييض الأموال، شبهات تبييض الأموال. يعني شو هذا؟ شو الحلف اليوم يطلع لك إيطالي وزير خارجية الإيطالية يشنع بفرنسا وباستغلالها وباحتكارها وبسرقتها للثروات الأفريقية وبما يقدره 80% من ثروات أفريقيا تسرق في فرنسا، ويدخلوا في صراع فرنسا وإيطاليا. وإحنا ما سماها الوزير الإيطالي، قال من بين تونس، قال ثرواتها كلها عند فرنسا. شو يعني فرنسا؟ شو يعني فرنسا؟ فرنسا ما بقت إلا في دمغان هذون الولدان المذهبين. مش شريك استراتيجي لتونس؟ مش شريك استراتيجي لتونس؟ أنت تقول عنه استراتيجي. صافي سعيد هو يعني الشريك الاستراتيجي هو دائما مفيد. استراتيجي ليش يكون ليهم هما استراتيجي مش لينا احنا؟ شو استراتيجيتنا احنا في العالم؟ شو استراتيجي؟ أما بالنسبة لفرنسا تونس حليف استراتيجي، هي ومعظم أفريقيا، هي وغرب أفريقيا كله على الأقل. طبعا يا أخي فرنسا مش قوية، هي قوية بهذول، هي شيء قوتها فهم؟ ما عندها شركة الأربيس مشاركة فيها 4-5 بلدان مش واحد، وعندها الرينو، هذه الرينو ماركة يعني أوكي شركة كبيرة لكن ماركة كده، وعندها حاجات أخرى ما عادوش يشتروا، وعندها طيران لا يشتري أحد لأنه غالي ومكلف وغير مجرب حتى في الحروب. شو يعني يا فرنسا؟ يعني شو احنا سوقها، وهذاك علاش يدافع على لغتها هون، واللي يمس اللغة الفرنسوية يذوب، وهذاك علاش ما صارش تغيير في التعليم؟ تماش غير مسموح في نفس السياق صافي. هاي ثم بلد ثم بلد ثم بلد جاه راجل شجاع هي بول كاغامي متاع رواندا، غير اللغة في التعليم ومشى الإنجليزية، مع أنه هو بلاده حتى هي فرنكوفونية، فهمت؟ هذه رواندا وبوراندي هذه كانوا دولة واحدة، جت فرنسا وقسمتهم كل واحد أخذ جهة، وهم كلهم يمروا على نهر، فهمت؟ وعملوا لهم مذابح ومذابح ومذابح ما بين الهوت والتوتو، فهمت؟ جاء رجل شجاع بول كاغامي قطع كل هالعلاقات هذه، ما يسمى بالعلاقات الاستراتيجية هذه في دمغالنا إحنا يا أخي. أنا إيطاليا في النهاية أقرب لي في الجزر، في البحر، في التجارة، في كل شيء، فهمت؟ إيطاليا كان نفهمه يعني، اليونان، تركيا، إسبانيا، كذا. أنا أمامي ضفة كبيرة من البحر المتوسط، ماذا فرنسا واحدة؟ وأمامي دول أخرى، حزام آخر من الدول في الشرق وفي الغرب. أنا عندي الهند اليوم، وعندي اليوم البرازيل، وعندي اليوم الصين، وعندي اليوم روسيا، دول كبيرة ومنتجة للتكنولوجيات ولكل شيء، ولازم نطور بهم، نطور علاقتي بهم وكذا. ويش يعني فرنسا؟ احنا ظلينا مسجونين في سجن فرنسا. انا ما نقولش فرنسا مش مهمة، علاش هذا الارتباط الوثيق صافي سعيد؟ هو خيار منا ولا مفروض علينا؟ شو هو هذا الارتباط الوثيق بين تونس وفرنسا؟ هو 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 سواء بسواء، هو مفروض، هو مفروض علينا، واحنا ايضا مرتبطين به، لانه ما نستطيعش، ما استطعناش نفك هذا حبل السر. ابقى هي معناتها اللغه، اللغه هي خيالنا، انه كل واحد حتى يحب يسلع ولا يحب يفكر في كادو ولا يحب يقرا
ولا يحب يسافر دائما يفكر في فرنسا، او يحب يستهلك مستهلكات هي منتجات فرنسا. هي اللغه شنيه؟ اللغه هي تستحوذ لك على كيانك وعلى خيالك. فهمت؟ وتصبح هي المثل وهي النموذج وهي السوق. اللغه هي سوق، العمله الالفاظ نتاعها هي عملات، وحدات عمله نتاع عمله. هذا هو التحليل المنطقي. كل لغه هي ثروه، هي سوق. انت 12 مليون تونسي يستهلكوا فرنساوي، يستهلكوا 80% فرنساوي، حافظ عليه. وكي تحافظ على تونس تحافظ على كذا. توا عندهم تمددات في ليبيا، هي رجعت تحب تستحوذ على جنوب ليبيا كله. وجنوب ليبيا هذه الثروات حيث كانت موجوده في فرنسا، كانت موجوده في تونس. في فرنسا عندها شكون يمثلها سياسيا اليوم؟ طبعا طبعا مالي شو نمثلوها. اول شيء نمثلوها بجامعياتنا، بجامعاتنا، بتعليمنا، بالثانوي نتاعنا، بابحاثنا، بكتب البحث نتاعنا، بشهادات الدكتوراه نتاعنا. يا ودي شهادات الدكتوراه اللي تعملها في فرنسا هي مفروض عليك. هم يعطوك مواضيع انت تبحث فيها مشان هم يستفيدوا فيها بعدين. طبعا وسياسيا، وسياسيا وحزبيا وكل شيء. هم النخبه التونسيه بشكل عام فرنسا ساكنه في القلب وفي المخ، لكن هم يتحسسوا جيوبهم وكذا، يحبوا يمشوا لامريكا، يحبوا ينتقلوا لامريكا. مازالوا ما وجدوش الجسر اللي يوصلهم لامريكا. ما صارش وقت لتقديم الشراكه وهذه العلاقه التاريخيه. اولا التكنيك يختلف. أمريكا مصنفة تونس وتنظر للعالم بزوايا كبرى، تنظر للمغرب العربي كله، تنظر للشرق الأوسط كله، تنظر لشرق آسيا، تنظر ما يعني زاويتها كبيرة، زاوية الرؤية. فرنسا زاويتها تنظر وحدانيا قطاعيا، يعني مالي شكل بوركينا فاسو شكل كذا، الكونغو شكل، الجابون شكل، السنغال شكل كذا. أنت أعطيني أي دولة فرانكوفونية استطاعت أن تخرج من ديونها ومن فقرها ومن تعاستها ومن اللغة الفرنسوية. طيب صافي سعيد، باش نسألك السؤال اللي يسألوا فيه توانسة الكل المهتمين بالشأن العام اليوم وبالتجربة الديمقراطية، إلى أين نسير؟ وين ماشيين؟ كيف؟ وين ماشيين؟ شكون هم؟ شكون هم اللي وين ماشيين؟ التجربة السياسية وين ماشية؟ والله كلها ماشية يعني طاقات مهدورة. هذه ما يسمى بالثورة انتهت. الثورة إذا لم تحقق شيء في خلال عامين سكر عليه، فكر في شيء آخر. هذا النجم نستشعروه في ربما الخطاب اللي أثار أمس انتقادات كبيرة وحملة تنديد كبيرة تعاطفا مع راشد الغنوشي في المكنين، لما رفع شعار ديجاج ضده، وهناك حتى من رفع شعار يحيى بن علي. شوف كل شيء موجود في تونس، موجود الغضب وموجود فرع. أنت الغنوشي تحركوا له 200 واحد في الشارع، لكن استقبلوه في القاعة 1000 واحد وكمل اجتماعات وكذا ولا غيرك. كلهم يحبوا، أولا أنت شايف كلهم يحبوا يرضوا بورقيبة بطريقة وبأخرى. حتى اللي يسب في بورقيبة يحب يمشي يزور بورقيبة. فما مقارنات اليوم حتى بين بورقيبة. أي أنا جايين هالمقارنة. وثانيا الغنوشي راهو ترامب كي يخرج امام البيت الابيض ولا يزور بريطانيا يخرجوا له 200 متظاهر، لكن مش معناتها انه هو ما عندوش مؤيدين او ما عندوش كذا وما عندوش كذا. ترامب اعطيني انت ها وياك تشوف ساركوزي قبل ولا توا الرئيس الفرنساوي مش اسمه ماكرون نفس الشيء يخرجوا له مظاهرات، مش معناتها. لكن في الانتخابات هاو يحصد، هاو يجيب احسن من الاخرين. وبعدين الشعب التونسي هو يطرد في الناس الكل. يا اخي شكون اللي ما طردوش الشعب التونسي؟ شكون انت كلهم يطردوا فيهم؟ يعني بمعنى. وبعدين هذول يا اخوي تعودوا. ومرات انت ما تعرفش انه الغنوشي مشى المكنين الا ما يطردوه. يا مرات هم عاملينها مشان يبعثوا الصوره، مشان انت تشوفها وتهتم بها ونناقشها هنا اليوم. فهمت عليا؟ بمعنى تنجم تكون فبركه الحكايه؟ بيان سور تنجم تكون فبركه، ما هم كيما جابوا 200 يستقبلوه، بيجيبوا 10 ضده. وتجي انت تصور بالكاميرا ويصبح حدث هكا، سمعوا الناس انه الغنوشي وصل المكنين. ودونا كيك مرات ما يسمعوا. الغنوشي قال فيما لو جماعة الثورة المضادة هم وراء هذا الشعار. أنا أفترض. مش معناتها أنه تو اليوم بن علي لو يرجع ويزيدوا نرجعوا له شبابه معاه. مش يرجع هو فقط، ونرجعوا له شبابه.
لن يكون أفضل أداء من يوسف الشاهد، ولن يستطيع أن يفعل شيء. كل واحد وزمنه يا سيدي، وكل واحد وفهمه ومفاهمه. خلاص البس الجلباب، عنده جلباب بن علي ما نجيش يخرج عليه وما نجيش يتجاوزه وما نجيش يحكم بغيره. هو تعود على طريقة من الحكم. اليوم كان تجي أنت تفرطوا في تونس المتناثرة، شو باش يجمع؟ واضح. صافي سعيد، لو يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وانت كان عندك تجربة في 2014، شكون تفضل يكون منافس مباشر ليك؟ هي وقتها نصير كيف شو اسمه حارق روما، شو اسمه نيرون، نيرون نيرون كي يجي يعمل في الألعاب هذه الأولمبية يقولوا له شكون بعدين، ولا واحد يتقدم لأنه اللي باش يجي هو الأول، هو وحده هو الأول. يا ودي أنا ما أشوف، أنا ما زلت أفكر، وأنا اللي شفتهم كله فكروا في الترشح. ما يخفيش على توانسة وأنك معني بالسباق الرئاسي على الأقل نظريا. صافي نظريا، نظريا معني، ويهمني شكون هو الرئيس المقبل، يهمني ويهمني مستقبل هالبلد، وأنا أفكر لهذه البلاد. وأنا قاعد عنده يعني مشروع، عنده تصور، عندي رؤية، عندي مشروع، عندي تصورات. لا يكفي هذا كله، وليس هذا موضوعي، ولست من المستعجلين أو المتنطعين. شنية شروط ترشحك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ شنية الشروط الموضوعية اللي يزم تتوفر حتى تترشح؟ شروط أولا كما كنا نحكو هو العدالة، تكافؤ الفرص، يعني تكافؤ الفرص، العدالة في السباق. ثانيا أنه نحطوا قواعد لعبة أخرى جديدة، بمعنى أنه أصحاب الجنسيات المزدوجة، أصحاب الأموال المشبوهة. شكرهم صافي سعيد. يا ودي ما توا أنت أنا توا لأنك دائما مانيش قاضي، ماني نقاش حول هذا الموضوع نحكي على ولا موضوع. تسمي الأشياء بمسمياتها. أنا نحكي للشعب التونسي، والشعب التونسي يميز ويعرف. وقت اللي يجي الوقت توا كل شيء تكشف، ما يثبت صحة الادعاءات هذه. وفما ناس اليوم قيادات في الدولة عندهم جنسية مزدوجة. يا سي محمد، أي عندي عندي انا ما نتهمش في الناس كلها. علاش ما تقدمهاش للراي العام؟ لا ولا مش مهمتي برا، ابحث عليه انت كصاحبي، ابحث عليه انت كصاحبي، وانت صحفي ايضا، وهم المعنيين يطالب وامام الانتخابات. اذا كان في تونس في كذا شكون اللي حريص على هذه المسائل يطلبوه يوم الانتخابات. ما شو فما مرشحين رئاسيين عندهم جنسيه، لكن انت القانون، لكن انت القانون لا يمنع. يعني انت تقول لي اثبتها او لا تثبتها، والقانون لا يمنع. احنا نحبوا هالبرلمان الكريم، البرلمان العظيم العتيد، انه يلحق لنا قانون انه اصحاب الجنسيات لا يترشحون المناصب السياديه. يقول لنا كما عملت الدول كلها، فقط مش مهمتي انا شكون وشكون. هم يجوا يقدموا رواحهم ويحلفوا على اليمين ويقولوا احنا ولائنا الوحيد هو لتونس، واحنا توانسه فقط. ويقولوا هم يقولوا مش انا اللي مهمتي، وانا عندي ناس نعرف انه عنده جنسيات وعندي اثباتات، وعندي ناس ما نعرفش، لكن عندي شكوك. ما نقولكش، ما عادش نقول فيهم، ما عادش نقول يعني انا اتحمل مسؤوليه وانت لا تدافع عني ولا فلان يدافع عني، مش انت يعني قصدي. يعني السامع لا يستطيع ان يدافع عني، انا لا اقول لانك تتكلم غير تقديم ادله. صارت لي مشاكل لانه اذا عندك اثباتات علاش ما تقدمهاش للراي العام الوطني؟ يا ودي تو يجي وقت، علاش ما تقدمهاش للشعب التونسي؟ يا ودي اسوأ شيء ان تطلق خراطيشك في الفضاء. يا ودي تو يجي وقت. أسوأ شيء هي المعارك التي نخسرها، هي التي التي لا نخسرها، هي المعارك التي نخوضها في الحين في الحكومة الحالية بقيادة يوسف الشاهد. فما مسؤولين عندهم جنسية مزدوجة؟ بطبيعة الحال، طبيعة الحال، ومش واحد ومش اثنين ومش ثلاثة ومش أربعة، أكثر من وزير. أي طبعا طبعا طبعا، أي نعم، وفي ناس يعرفوا أكثر مني. لا، ثم ناس حكمونا عندهم جنسية أجنبية. أنا نقول لك هاو نحكيك على الماضي، هذولا يكون بعد شيء يخوف. جعفر بن جعفر كان رئيس برلمان وعنده جنسية، مصطفى بن جعفر، نعم. المهدي جمع كان رئيس حكومة وعنده جنسية، ومن غير ما نزيد، لأنه باش ندخل في شكون كذا وثبتات وكذا. جماعة برزوقي مرة حكيت عليه، جابوا لي بطاقة تعريف ومقيم 10 سنوات في فرنسا وكذا، ولا غير ذلك. هذا كله أنا ما يهمنيش، نعرف شو معناتها الجنسية وشو معناتها الإقامة.
وقتاش تعطى الإقامة وقتاش. أنا سكنت 15 عام في أوروبا. فينا اليوم الرئاسات الثلاث فيهم شكون عنده جنسية أخرى بالإضافة للجنسية التونسية؟ فيه ما نعرفش شكون ما نعرفش. واحد من الرؤساء الثلاث يا ودي لما ناخذك فيه خلي الناس يبحثوا فكك من هذا أنا ما لا أفيدك ولكن معلومة هامة للتوانسة هذه صافي سعيد والله أنا ما شوفش التوانسة متفاعلين له الموضوع بصراحة ويؤسفني جدا وألوم كثير وخاصة على هالنخبة وكلهم حامير واحد باسبورت رأي القضية مش في تونس فقط القضية في ليبيا برا تشوف أنت الحكومة في ليبيا كلها جنسيات أجنبية مش مسألة سيادية هذه طبعا مسألة سيادية وبرا تشوف اللي كانوا يتهيئون للحكم في سوريا كلهم جنسيات أجنبية واللي بدي رأي مسألة رأي مش ما خاصة بتونس لكن الدول اللي تبحث عن سيادتها منعتها الجزائر جي يشوف في الدستور موجدوه غير محصن كما يجب منعه شكون اللي عنده جنسية أجنبية اليوم من الرئاسات الثلاث باجي قايد سبسي ما نعرفش محمد الناصر رئيس البرلمان باجي مسكين ما نعرفش يوسف الشاهد رئيس الحكومة ثم الناس يحملوه لوقت ويمكن يتخلوا عليه هذونا أبرك يعني فما واحد من الرئاسات الثلاثة يا ودي اعطيني موضوع أجنبية اعطيني موضوع آخر وهذا غير معلن صافي سعيد خلينا نشرب قهوة وجات لي مخي على الموضوع هذا علاش تتهرب من الإجابة وانت عودتنا بصراحتك وجرأتك حبيبي الإجابات هذه فيها يخشى وأنه يكون عنده عواقب تصريحك في هذا الاتجاه صافي سعيد غير دولة غير مؤمنة غير مؤمن فيها عن حياتك تخاف على حياتك صافي سعيد اليوم أنا ما نخافش أنا عشت ما يكفي وعشت طولا وعرضا وعشت ما نخافش بس لماذا أن الواحد مرات يمشي هباء لشيء غبي أنا نصبح خايف أو نصبح كذا أنه عندما نحس روحي أني استخدمت بغباء ومرات الواحد يستخدم نفسه بغباء في عندنا جوانب راهو في شخصياتنا غبية جدا أنا اليوم أنا نجي نسمي فلان ولا فلتان وهو يحكم ولا كذا هذول الناس يحكموا بالغرائز هو جنسية ومستحي منها ومتحشم منها ويدجل بها يطلع هو إذا كان هو شجاع يطلع يتكلم يجيك لك أنت أسهله قل له أحلف لي كما حلفت على القرآن أحلف الشعب التونسي يسمع فيك ما أنا جي أنا أقول عندنا صحفيين وعلمين عندهم من الجرأة اليوم حتى يسألوا الرؤساء الثلاث من فيهم عنده جنسية أخرى أجنبية ما في قليل جدا قليل وحتى اللي يسأل مرة رو بش يعاقب نفسه يعاقبه فهمت اليوم احنا نسجنوا في ناس شنية الجنسية نسجنوا في ناس على ستاتيات يقرأوا 10 من الناس إذا كان فما مسؤول كبير في الدولة اليوم عنده جنسية أجنبية شنية الجنسية هذه فرنسية بريطانية شنية؟ ثم الفرنسية وثم الكندية أي. وثم طبعا الألمانية وثم الهولندية ثم البلجيكية وراو حتى النواب فيهم رد بالك وراو في جميع التنظيمات راو موجودة هالجنسية الأجنبية وراهم يتحصنون بها وراه توه هو مسعاهم الكبير كيف تكون عنده جنسية مشان تش ما تعرفش معناتها جنسية حبيبي حتى نفهموها مليح جنسية هو أنك أنت وزير عندك جنسية فرنسوية أنت وزير مالية ولا وزير سياحة ولا جنسية تونسية مثلاً مثال أنت افتراضا ولن أغير افتراضا بارك الله ليطمئن قلبك بارك الله فيك أنت عندك جنسية أنا اليوم مسكتك في شبهة دخلتك للسجن أو حققت معك راهي فرنسا لا ترضى بذلك تصبح أنت مواطن وتصبح محل دفاع من فرنسا وتصبح موازين قوى ويصبح أنه يخرجوك غصبا هاي صارت في دبي أخيرا يمسك كل واحد يتهموه اليوم جاسوس يظهر بريطاني تتكلم بريطاني يخرجوه من السجن لأنه يحمل جنسية بريطانية فهم ببالك لو كان صافي سعيد ما عندوش جنسية أخرى وعاش برشا لا لا عشت برا وما عنديش جنسية وانا حتى مرتي اجنبيه خليتها تاخذ جنسيه تونسيه ايوه وانا اولادي مولودين برا وكل يوم يقولوا يلوموا فيا مولودين برا عندهم حق الجنسيه حق الولاده ويلوموا فيا نقول لهم لا احنا قررنا نرجع لتونس نعيشوا
ولا ان واحد. وهذه بلادنا وهذه لغتنا وهذا شعبنا. انت تعرف تو انا هاني حتى بالفرنساوي ما نحبش نتكلم الا في الضرورات القصوى مصطلح كذا كذا يا اخي، لاني انا تعلمت في فرنسا اذا واحد صحفي يتكلم في راديو فرنسي ثلاثة كلمات انجليزي ينزلوه بالمنصة، اذا تكتب مقال في لوموند في ثلاث كلمات انجليزي يلغوا لك المقال. احنا هنا علاش نقوموا بالعكس؟ احنا في تونس احنا سعيد ماشي بالعكس، علاش اللغة الفرنسية مصدر افتخار لدى البعض، شفت يتفاخر بها لا البعض. يجي يقول لك والله سامحني انا عربيتي مش قويه، انا راني لغتي الفرنسويه راني فرنساويه، هيك يقول لك التونسي ويفتخر، وهو لو في حياته لا يقرا لا فرنساوي ولا عربي، وعمره ما ترجم كتاب. برا شوف وين الترجمات، برا شوف وين الترجمات، ترجمات وين؟ يا مصر يا سوريا لبنان. يا لبنان سوريا اكثر شيء، سوريا تعليمها كله حتى الطب بالعربي، هم يترجموا مش ترجموا بس الفرنساوي، يترجموا الفرنساوي والروسي والانجليزي والاسباني والتركي. وقت تشوف حتى المسلسلات شكون يترجم فيها؟ لكن بعض القراءات اليسارية تعتبر صافي سعيد وأنه التعريب هو سبب صعود الإسلام السياسي، هو لا حبيبي لا لا، هذه المغالطات، التراجع الثقافي في تونس، هذه المغالطات التافهة. شو هو؟ هو الإسلام مربوط بالتيتي، هو بؤر الإسلام والإرهاب هو وجد في بلدان لا تتكلم العربية، وحيثما طمست العربية كثرت الخرافات الإسلامية. الحسن الثاني مشهور شهير في قوله يقول التطرف الإسلامي إجا من آسيا من بلدان لا تتكلم العربية، بالعكس بالعكس، وهو ثم ألف عكس. ثانيا احنا مش ندافع على التعريب الغبي ولا على البداوة ولا على كذا، مش هذا حبيبي. اللغة، اللغة باكستان صنعت قنبلتها النووية بالأردو، تسمع بها انت اللغة الأردية؟ العراق وقت اللي بدأ يصنع في صناعته النووية كان بالعربي، وجابوا له مترجمين للأمم المتحدة وبقوا يترجموا ستة شهور في الوثائق. إيران اليوم بالفارسي تصنع، إسرائيل تصنع في علمها بالعبري، من يتكلم عبري غيرهم هما؟ صافي سعيد لو يحكم تونس يجعل اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى؟ نجعل اللغات المتعددة، واللغة الإنجليزية لغة البحث والعلم، تتخلى عن الفرنسية؟ التعدد من تخلاش، نعمل تعدد، تعدد لغوي، اللي يحب يقرأ الألماني يقرأ. اللغة الأجنبية الأولى اللي تحط المنظومة التربوية، لا ولا الإنجليزية فرض روحها، لكننا في العربية هي الأساس، هي اللغة الأساسية. أنا لا أسمح بأي وزير خارجية أو رئيس حكومة أو رئيس يمشي يخطب ويتكلم بالفرنسي أو يتكلم بلغة أخرى، يخطب إلا بالعربي وثم مترجمين في العربي. المفروض الدستور يقول هكا، الدستور ينص على أن في الدستور ثم دولة ذات سيادة الإسلامية. دخلنا في تفاصيل غير هذا الدستور. احنا أنا نحكي لك توعى التقاليد اللي معروف في الدبلوماسية وفي العلاقات الدولية، نحكيك على عراف والتقاليد. الناس يتكلمون لغتهم عندما تكون في محضر ولا في جلسة ولا في هيئة برلمان. أنا أمام البرلمان الفرنسي أخطب بالعربي وهناك مترجمين، لأنه كيجيني الفرنساوي سيخطب بالفرنسي وهناك مترجمين. هذه أعراف وتقاليد نكسبها للاعتزاز. أنا نعبر عن وجودي، تعمل مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه صافي سعيد؟ بينشر هذه كلها هي توصيات تمشي للخارجيه، تمشي لرئيس الحكومه، تمشي لكذا، وتجي من الرئيس وتجي من البرلمان. طبعا تونس هذا لو تكون رئيس جمهوريه، وعد انتخابي هذا، انت تو نحيلي رئيس جمهوريه من اي موقع نوعد انه نعمل من اجل هذا؟ صافي سعيد سيكون مرشح مستقل ام مرشح لحزب سياسي؟ لا اعرف، ولا اعرف ان كنت سترشح او ساصل الى الترشح اساسا، ممكن تتحقق بحزب سياسي، ستتغير شروط الترشح وسيصبح من الصعب على هؤلاء المترشحين واللي المسرعين والمستعجلين الآن اجتياز هذه الحواجز، في حواجز عالية جدا المرة هذه. صافي سعيد مرشح رئاسي موش مزروب؟ أبدا، أنا عمري ما أعلنت أنا ترشح، أنا عمري ما، أنا بالعكس. ثم حديث في الكواليس على أنك قد تكون مرشح حركة الشعب. بكل الناس يغلطوا فيها ما بيني وبين قيس سعيد ولا كذا، ما نعرفش انا قيس سعيد هو كترشح، انا ايضا حتى هو انا لا انصحه، واذا ترشح قد انتخبه. انا لا انصحه. وارد الفرضيه هذه، وارد الفرضيه تعطي صوتك صافي سعيد. نعطي صوتي لنصف اسمي قيس سعيد. اي لانه علاش قيس سعيد بالذات؟ انا هذايا مثلا ممكن يعجبني، يحمل نصف اسمي، الناس يغلطوا فيا بيني وبينه،
مش ضروري مش ضروري انه اسمين نفس الاسم يطلعوا يترشحوا لانه باش نخسروا بعضنا. اذا هو ترشح انا ستدعم قيس سعيد، بس انا لا ممكن تلتحق بحركه الشعب. لا انسى حديث على هذا. شو حركه الشعب؟ حركه الشعب انا برشا احزاب اصدقائي، حركه شعب مش حركه قوميه قريبه الافكار. لا حبيبي ما 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 لا تربطها بالقوميه ولا اي شيء، انا عندي فهم اخر القوميه. ثانيا انا لا يعيبني ان يكون قريب من هنا ولا كذا، انا قريب للجبهه الشعبيه وقريب للجبهه الشعبيه وقريب لجماعه في التيار وقريب لهؤلاء وقريب لشويه مستقلين وقريب انا قريب من كل العائلات ومن كل الافكار، وحتى في النهضة في أشياء في النهضة يعني وأيدها فيها وإلى غير ذلك. أوكي علاش لا، وهذاك هو السياسي هو في الواقع، لكني أنا لا أمارس ما يسمى عند التونسيين بالسياحة السياسية، أنا لا أمارسها، هي بداوة سياسية وليست سياحة. كل الشكر ليك صافي سعيد الكاتب الصحفي والناشط السياسي على حضورك معنا. شكرا على كل هذه التوضيحات وايضا على رحابه صدرك، وان شاء الله ما نخرجوش بقضيه بعد هذا اللقاء. لا 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 لا, لا, لا يبدو لي موزون الكلام المره. كل الشكر ليك صافي سعيد. بعد شويه ضيفنا محمد الفهري شلبي الاستاذ والباحث والاكاديمي في مجال الاعلام والاتصال، وعوده على موضوع عمليات سبر الاراء اليوم هل تشكل خطر على الوعي الانتخابي التونسي. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع ضيفنا في الجزء الثاني، لكن قبل هذا نمشي موزيكا.